خطورة أيضا عدم توافر الطاقة في هذه المستشفيات بشير، كما نعلم انقطاع التيار المستمر في أكثر من مستشفى متواجد حتى في يعني شمال قطاع غزة. في البداية كان هناك يعني انقطاع تام للكهرباء، وهذا ما يؤثر على إجراء العمليات الجراحية أو حتى على غرف الطوارئ المتواجدة في هذه المستشفيات. ما الخطورة التي يمكن أن تمثل لو وصل عدد كبير من هؤلاء الجرحى المصابين جراء هذه العملية البارية التي يمكن أن تشن في أي لحظة في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توافر حتى يعني إقامة أو إجراء أي عمليات جراحية؟ يعني بالفعل هناك خطورة كبيرة على حياة المرضى، خصوصا إذا توقفت هذه المستشفى وإمداداتها بالكهرباء، لأن وكما تعلم أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة العاملة في قطاع غزة هي متوقفة عن العمل منذ اليوم الأول للعدوان، ولا يوجد أي كهرباء في كافة مناحي قطاع غزة سوى المستشفيات التي تعمل على الوقود ومولدات الكهرباء التي تدعم هذه المستشفيات. بالمناسبة هذه المستشفيات هي تقوم ب يعني مد بعض المواطنين هنا ببعض الكهرباء من أجل شحن هواتفهم أو من أجل الحصول على القليل من الكهرباء لإنارة الشواحن ليلا في خيامهم، وبالتالي إن توقفت هذه المستشفى ستتوقف أيضا عمليات الطبية والجراحية للمرضى والجرحى والذين تعتمد الطواقم الطبية على الكهرباء وعلى الأجهزة لتقديم هذه الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى. كذلك ستتوقف الخدمات الكهرباء التي تمدها للمواطنين من أجل الحصول على القليل من الإنارة أو من شحن الهواتف للتواصل مع العالم الخارجي، وبالتالي سيكون هناك كارثة إنسانية. نعم. ستحل بالمنطقة ليس مستوى المرضى فقط، بينما أيضا على مستوى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين بالقرب من هذه المشاكل.